ويأتي هذا المعرض من ضمن خطط إدارة تعليم جازان بفعالياتها المتنوعة لهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا. عبارة عن روبوت يوصل هذا إلى الجيل، ثم يتراجع الروبوت إلى مركزه، انتقل جيل الخيمة والتأسيس إلى جيل التقنية وجيل الإبداع والتميز ليقودوا هذا الوطن إلى مصاف الدول العظمى. أنا السعودي، راياتي وما نكست أو استبى احتلال الشبر في بلدي. إذا رضيت فنخيل الجذر مرة، وإذا غضبت فلا أبقي على أحد. أنا السعودي، بلادي سوف أحرسها ولا أخاف سواه الواحد الأحد. رب العالمين، حظينا بدعم وافر من إدارة التعليم وإدارة النشاط بنين وبنات. شكرا جزيلا لسعادة المدير العام لإتاحة هذه الفرصة لنا للإشراف والتنظيم وإخراج جميع المهارات الفنية لبناتنا وأبنائنا الطلاب والطالبات.